السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوات كنزة أوتا. ما زلنا في معسلات وشهيوات رمضان. اليوم إن شاء الله غنديرو بوشنيخة. بالنسبة للمقادير، عندي 2.4 كيلو ديال الطحين دقيق الفرص، يعني 2 كيلو زائد 250 غرام ديال الطحين، بالمجموع 2.4 كيلو. عندي 2 خمارات من وزن كل وحدة فيها 8 غرام، بالمجموع 16 غرام. عندي 2 فانيات. عندي هنا 200 غرام ديال اللوز، قليته في الفران بالقشرة ديالو وطحنته، هو باقي دافي شوية باش يعطاني هاد باش تسحق ليا مزيان ولا على شكل بحال أملو. عندي هنا 1/2 كيلو ديال الزبدة، ربعة ديال فيها ربعة ديال الزبدة العادية العبار وربعة ديال زبدة المارغرين. وانا درت هنا اللذة، درتهم بجوج وخليتهم على نار مهيلة حتى ولاو على شكل بيغنوازيت. عندي 2 أصفار بيض ديال البيضات، عندي 1 ضمة ديال الزعفران الحر حكيتها في الحكاكة رقيقة، وعندي نص معلقة ديال الملح، بما ان الزعفران الحر فيها الملحة. عندي 2 معالق كبار ديال الخل، ما يعادل 20 غرام. وعندي الماء من الروبيني باش نعجن ان شاء الله على بركة الله. في البداية غناخد الزبدة اللي ذوبت غنخويها على اللوز اللي طحنته مزيان على هذا الشكل. نحاولوا ما نديروش داكشي اللي في القاع، وغنخلط مزيان حتى ينسجم ليا هذا الخليط. هذا الشيء غير باش يجيني ساهل ملي نبغي نخلطه مع الدقيق. الزبدة راها باقي دافية شوية، ماشي باردة 100%. صافي، من بعد ما كيتخلط وتنسجم المكونات غنضيفو الخمارات على الدقيق. باش الخمارة تخلط مع الطحين كله. كناخذ واحد الصفايه وكنصفي هذا الخليط، لانه ما بغيتش يهبط ديك الحبيبات اللي المفروض كيبقاو. نخلطهم شويه، نخوي في الصفايه باش نصفيه كيف قلت. ما بغيتش داك الحبيبات يهبطوا، بغيت غير اللوز اللي هو مسحوق مزيان هو اللي يهبط غير باش ما يقطعش لينا على الجينة. هانتوما كيف شفتوا، واخا راه تيبان مسحوق مزيان ولكن ضروري كيبقاو شي حبيبات. بسم الله، من بعد كنخلطوا هذا الخليط مزيان حتى تنحصلوا على خليط مرمل. نلبسوا الطحين بهذا الزبدة. من بعد كنخليه على جنب، ناخد واحد البول نديرو فيها صفارة البيض، 2 أصفار بيض، وندير الفانيات. وندير ديك الملحة وديك الضويمة ديال الزعفران اللي حكيتها حكاكة رقيقة. نزيد عليهم واحد شوية الماء، نخلط حتى يذوب معايا ديك الزعفران، الضمة ديال الزعفران الحر وديك الحبيبات ديال
الفاني والملح. باش يسهل عليا ملي كنت نعجن. نجيبو دابا الخليط ديالنا ديال الدقيق، نبدا نضيف شويه بشويه وانا كنعجن، نحاولو ما امكن ما عمرنا نضيفو السوائل دفعه واحده بالتدريج، حيت العجينه ديال بوشنيخه كتبغي تكون قاصحه، عجينتها واقفه ما تكونش مخوفه، عاد على حسب النوعيه الطحين، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما تيشربش، كيبان لك راه قاصح ولكن فجاه يطلق السوائل. نتفادى ما نديرش دوك الحبيبات اللي بقاو ديال الطماط الزعفران. نخليوها ترتاح، نقطعها كلها على هذا الشكل، هذه الطريفات بحال هكايا، نديرهم مستطيلات ونديرهم في البلاستيكه ونخليها ترتاح ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه، كل ما ارتاحت كل ما كتطوع في الخدمه ديالها، ونتلاقاو باش نشوفوا ديك الساعه التشكيل ديالها. من بعد ما درت العجينه على هذا الشكل ودرتها كترتاح، راني درتها في الثلاجه فين خليتها كترتاح لواحد ثلث ساعه، ما بين ثلث ساعه 25 دقيقه، وجبتها دابا راه بالمناسبه انا راه عندي جوج بلاستيكات اللي عامرين بالكويرات، راه خليت البلاستيكه الثانيه باقا في الثلاجه كترتاح، قلت نخدم هذه ملي نساليها عاد نجبد الثانيه، دابا غنجبد واحد مستطيله بهذا الشكل. عندي هنا الطحين باش نساعد به نفتح سميتو العجينه، غندير لها شويه ديال الطحين وشويه ونخليها مستطيله وتحافظ على الشكل ديالها، ما بغيتهاش ديفورم.
لا على جنب، نجبد عاوتاني مستطيل اخر، ندير له شويه ديال الطحين. بالنسبه للماكينه ديال الشنيخه هي نحطها على جنب، ندير الطحين على هذا الشنيخة باش في الاول كندوزها في الرقم 4، كندوزها في الرقم 4. المهم انا عندي فيها 6 الارقام على حسب كلها وكي قلت كندوزها في الرقم 4 هو الاول. نجيب المستطيل الثاني، دابا كنفوق نوصل ان نعاود نحول للرقم 3، تندير لها شويه ديال الطحين بهذا الشكل. من بعد ما طلقت العجينه في رقم 3، دابا غندير لها شويه ديال الطحين، شويه ماشي بزاف، اصلا هي راه بارده وشاده راسها ماشي مفتوحه. دابا غندوزوها في الجهه ديال السباكيتي. نحطوها على جنب، نحيدو هاد الشوائب من بعد نعاودوهم للجناح. على هاد الشكل انا ما كنبغيهاش يكونوا فيها الخيوط بزاف عاد، المهم غنقص شويه على هاد الشكل. وكنشكلوها تنفوتو واحد 5-6 سنتيم على حسب القياس اللي بغى الانسان، انا كيعجبوني يكونوا صغيرين شويه ماشي كبار. تنجيو تنقطعوها شكلو على هاد الشكل بحال هاد الخيط، نجروه واحد شويه تيوصل، نقرصوها نقرصوها مزيان. على هاد الشكل راه ما كتلصق ما حتى حاجه، الخيوط كيبقاو مفروزين حيت العجينه ماشي قاصحه ماشي جاريه، عفوا العجينه شاده راسها ماشي مرخوفه. نتوما الى لاحظتوها ما كتلصقش ما حتى حاجه واخا ما درتش فيها الطحين بزاف. المهم نستمر على هذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال القلي ديالها. نبداو في القلي ديال الشنيخه ديالنا بسم الله.
نحاولوا نضغطوا على هاد الجنيبات هادو اللي كيبقاو هكا، نضغطوا عليهم واحد شويه باش يطيبوا، حيت بعد الخطرات ما كيطيبوش، هما تيبقاو معجنين شويه، هي كتحمر ولكن دوك الجناب تيبقاو ما طايبينش. اللهم نضغطوا عليهم شويه، ومن الاحسن الانسان يدير غير كميه قليله، ما يكثرش بزاف، يقليها على الخاطر، يعطيها الخاطر. نزيد غير شي جويجات، خلاص راه عندي العسل، رانا سخنته شويه، العسل اللي كنت خدمت راه كاين في، راه غتلقاو الرابط ديالو تحت الفيديو، كيجي زوين ما شاء الله. دايره العسل هنا ودايره العسل عاوتاني هنا باش نسربي شويه، حيت ما بغيتش نزرب عليها دغيا نحيدها من العسل، نخلي لها الخاطر فين فين تشرب العسل. من الاحسن ما نديروش الفرشيطه، لان هي عندها دوك الخويطات رقيقين يقدروا يتهرسوا، الفرشيطه تغلب عليهم ويتهرسوا. العافية شوية، لأني أنا نقصها بزاف عاد، وهي كتشد شوية في التحمار، حيت مفيهاش السكر مفيهاش حتى حاجة، غتخليها تحمر دغيا، ماشي مشكل إلا جهدتو، يكون ما بين وبين وسط، النار تكون وسط، العافية تكون وسط، ما تكونش مجهدة وما تكونش ناقصة كاع. إلا لاحظتو راه بدات شوية كتحمر، وأنا كنقلب فيها على هنا وهي هنا، حبستهاش من تقلب، تنقلب فيها دابا ساعة، تنقلب فيها دابا ساعة باش تحمر من هنا، وهي باش تاخد اللون على جوج جهات. صافي ملي كتحمر على هاد الشكل كنحيدوها، هانتوما شفتوا اللون ديالها غير على الخاطر، كي قلت نار وسط، ما تكونش مجهده وفي نفس الوقت ما تكونش مهيله. صافي تنديروها في العسل، نقص البوطه حتى ندير لها العسل، نعطيوها الخطر، تعا نديرو عليها العسل، عاد نديرو شباك، عاد نديرو عفوا الشريخة في المقلة، أنا ناقصة البوطة، ولا شتو راسكم غادي تغلبو طفيو البوطة وعطيوها الخطر حتى تشرب العسل، ومور ما تحيدوها عاد عاودو شعلو عاوتاني على الزيت السخن، حيت القلي كيبغي خاطر. صافي أنا راه عمرتهم بالعسل مزيان، غنخليهم دابا عاد ندوز نديرو الفوج الثاني، القلية الثانية ولا الفوج الثاني كلها، و نجيب حدايا بلاطو، وكي كنقول لكم هنا ضغطوا على هاد الحاشية، إلا شفتوها تحمرات، أنا عندي تحميرة زوينة بحال هكا، ضغطوا.
النهائي ديال البشنيخة ديالنا من بعد ما عسلناها زينتها على هذا الشكل هذا بشويه ديال اللوز مهرمش ومصهد في الفران على الخاطر حتى تقرمش باش ما يرطبش من بعد. وكيف قلت لكم الا شفتوا الجوانب طايبين الحمد لله جات في التحميره هي هذيك، لان يكون ما الا ما ضغطناش على الجوانب ديالها هنا غادي يتحمر والجوانب غادي يبقاو بيض. هي جات في نفس التحميره كيف الجوانب كيف دوك الخيوط ديالها. نتمنىكم تجربوها راها كتجي ما شاء الله فتيه كتجي ومعلكه غزاله. هنا نفتح معكم وحده غادي نيت ليه الزيت كنحل غير بشويه معلكه ما شاء الله وفتيه. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. يا سلام غزاله نتمنىكم تجربوها وانا اكيده انكم غادي تعجبكم وغادي تعتمدوها في شهر رمضان المبارك. وتهلاو الى وصفه قادمه مع شهيوات رمضان الكريم في قناه كنزه أوتا.